إذن شهد القطاع الصحي بمصر تطورا كبيرا في العام 2023 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وانطلقت العديد من الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع الهام. تطور كبير شهده القطاع الصحي في مصر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين على أعلى مستوى. عام 2023 شهد إطلاق العديد من الخدمات التي جاءت في إطار المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع ذي الأهمية الكبيرة في حياة المصريين. الدولة نجحت في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية التي ترتقي بصحة المواطن. وتحت شعار 100 مليون صحة خلال الربع الأول من عام 2023 تم توفير الرعاية الصحية لأحد عشر مليون وخمسمائة ألف مستفيد، وارتفع معدل أداء المبادرات الصحية بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وتتضمن المبادرات مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومنع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والكشف المبكر عن فيروس سي. المبادرات تشمل كذلك العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأنيميا بالإضافة إلى السمنة والتقزم، كما تشمل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة بالحضانات، ودعم صحة المرأة وفحص المقبلين على الزواج وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الكبد. وبملف العلاج على نفقة الدولة، اتخذت الدولة إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم خلال عام 2023 ميكنة جميع مكاتب الصحة في 27 محافظة بإجمالي 4667 مكتباً، وأصبحت مصر واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، كما تم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة لرفع العبء عن المواطنين وبخاصة غير القادرين منهم. وحققت مصر العديد من الإنجازات في مكافحة مرض الالتهاب السحائي وفق استراتيجية فعالة لتحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية. وحتى الآن تم تقديم 54 مليون و806 ألاف وأربع خدمات طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في 25 من يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية. وشهد عام 2023 حدثاً هاماً جداً وهو القضاء على فيروس سي، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية مصر شهادة بخلوها من فيروس سي كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي، وتحصل على جائزة جولدن تير من المنظمة، إشادات دولية تلقتها مصر بوصفها نموذجاً يحتذى به تحت رعاية القيادة السياسية بفضل المبادرات الرئاسية التي تمكنت من توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة.